السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. اسمه هذا فاروق بالقيدوم صرح تصريح خطير، يعني بالمعنى انه كان في 2019 صرار هو اللي يتحكم في الرابطه ويتحكم في البروغرام، وقال لك هلك الجي اس كا بسبت انه دارها مكره في ملال. اسمعوا مليح ولايك على الفيديو، ابوني في القناه وتركوا تعليق على الكلام الخطير هذا. اسمع مليح. رياضيه نظن بلي عنده الكاريزما، يعني نظن عنده الكاريزما وحاجة أخرى ما نعرفهاش، ولكن أنا قلت لك نزيد نقول لك حتى في وهذا كان عندي مشكلة مع رئيس الرابطة في الريبور تاع الماتش لوسما جي اس كا 2019، عندما صار مشكل في الرابطة، هذاك الديكلونشمون تاع المشكل، وأنا تم استقلت رسميا. أيوة. وعندي الاستقالة رسميا، بس شفت بلي كانت لعبات المقابلة تتأجل ب 24 ساعة، أنا ما فهمش الأسباب. أسرة مشكل وعيطنا ليبوك رئيس الفيدرالية باش نديرو واسموه اجتماع معاه، أنا ما قبلتش، أنا ما حبيتش نروح، قلت بلي أنا ما عنديش علاقة بكرة القدم. راحوا الإخوة اللي كانوا معايا وتكلموا، وهما يقدروا يقولوا لك هذاك النهار كيفاش كانت العلاقة بين رئيس الفيدرالية ورئيس الرابطة والأعضاء، هما يقدروا، أنا ما كنتش حاضر. ولكن عندما هذاك الريبورت تاع 24 أور ما قدرناش نفسروه في كرة القدم، ما قدرناش نفسروه باسكو مام جي اس كان ضرت هذاك الوقت، صدير ضروه حنا له عن بالنا بلي هو يجي يبرر بواحد التبريرات ما عندهمش، مي قلنا ولا ربما حنا غالطين. أيوة. ولكن عام من بعد صرار يصرح في التلفزة ويقول انا لي ريبورت هذاك الماتش 24 انا باش برك ندير مشاكل رئيس ملال اللي كان على ليبوك، قال هذا اللي كان تحسي صرار، قال لك انا باش برك نقلق سيد ملال صديق سوي ديرك صرار، هو اللي كان يتحكم. عندما انا هذا الكلام قلت للرئيس الرابطه، قلت له صرار هاو شنو يقول، اللي يقدر يجاوبه هو انت، انا ما نقدرش نجاوب صرار باسكو مش انا اللي كنت الديسيدور، لو ديسيدور هو انت، روح جاوب. ما جاوبوش، اون فان كونت انا غلقت الملف وقلت باللي صنقر حق.